رشحت المجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد لتكون مقررة عن المجموعة العربية في اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد التي ستناقش موضوع الاستراتيجيات البرلمانية الآثار طويلة الأمد المترتبة على النزاعات المسلحة في اجتماع اللجنة المقرر انعقاده في أعمال الجمعية الخمسين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والتي ستقام في جمهورية كازاخستان خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من إبريل 2025 وقررت المجموعة البرلمانية العربية ترشيح السيدة هالة رمزي مقررة للمجموعة بعد أن وافق مكتب لجنة التنمية المستدامة على تضمين الموضوع المذكرة في أجندة اللجنة بل المذكور في أجندة اللجنة للعام المقبل ويأتي ترشيح السيدة هالة رمزي تأكيدا على دورها وأساماتها المتميزة في النهوض بالعمل البرلماني وما قدمته من جهود مشهودة عبر عضويتها في مكتب النساء البرلمانيات إلى جانب تمثيلها لمكتب النساء البرلمانيات في عدد من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية العامة للاتحاد وحضورها كذلك المستمرة في اجتماعات اللجان الدائمه بالاتحاد. وفي السياق ذاته شارك سعاده الدكتور بسام اسماعيل البن محمد عضو مجلس الشورى وسعاده النائب حسن ابراهيم حسن في اجتماع لجنه التنميه المستدامه.